وكيف قصة الفيات؟ فيات؟ جايبينكم جايبينكم الهابارت هذيك اللي عندها ربع خرجات من اللورا 60 برك كتعود السماصرين حسبوها ب50 تربع ربعوها لكم 50 بدي معانا 10 الله يتربعكم في بلاصه تهدي 34000 في الدار في دارها في طورينو في الفيات تاعها طورين اللي ما كان في الفيات انا بلاصه في طورينو دير 34000 حذ الباب توصل لبلاد حلال كدا مليار مليار احسب مليار على بالك بو 100000 كدا يا ربك الاولى تفرشها في تماغ تخمرت ولخرها توصل بها الخروب فهمت ولا هابوا الودني كثر الورد ابعث الطيارات قبيل اش الطيارات نزل ابعث ورب الطيارات شبيكم زواولة هك يا راجل جيري وتقولوا عندنا اسطول وعندنا ربي يحفظكم خاوتي تحياتي شكرا 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 تحياتي الله يحفظكم بعد من بعد ديروا قصه ان شاء الله في الامان وتهلاو في روحكم خاوتي تحياتي لكم خاوتي